ولنقاش ملف الفساد المالي والإداري في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها العراق جراء تفاوت أسعار الدولار، اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية أن جهات متنفذة تقف وراء عدم فتح ملف الفساد، فساد بيع العملات في البنك المركزي. كيف يفسر هذا الموقف؟ حقيقة الفساد المالي والإداري في العراق أصبح أخطبوطا وشبكة مترابطة ما بين الوزارات التي تمتلك تخصيصات مالية من الموازنات المختلفة كثيرة، ولذلك نلاحظ توظيف الأموال المسروقة بوسائل شبه شرعية بحيث يعطوها شكل الشرعية من خلال عقود قد تكون وهمية أو حالة ابتزاز للوزارات المتعاقدة مع شركات سواء محلية أو شركات قد تكون خارجية وقد تكون وهمية أيضا. ولذلك نلاحظ هدر المال العام أصبح شبه مشرعا في العراق بوجود الأحزاب السلطة التي حاليا تمسك بزمام الأمور من الناحية الأمنية، والتدخلات الأخيرة التي لاحظناها في يوم أمس واليوم في الواقع الأمني للعراق لاحظ، وحالة ضغط على السلطة في المنطقة الخضراء بقوة السلاح، هذا يعطي إمكانيات عالية جدا لحالات الابتزاز، وبنفس الوقت إمكانية تهديد التصفية الجسدية للعناصر التي لا تسير بنفس المسار في مسألة الفساد المالي العام والعمل على توظيفه للانتخابات القادمة. ولكن ليعلم الرأي العام العراقي والدولي والإقليمي أن العراق لا يمكن إجراء به انتخابات حقيقية والمال العام يوظف لصالح قوى تحمل السلاح في الشارع حقيقة. ولذلك نلاحظ هناك تجاوز كبير جدا لم تتمكن الحكومة الكاظمي إيقافه في مسألة سرقة المال العام، ومنها ملياري دولار لمسألة صفقة لأموال الشعب العراقي والتي باسم مسألة التغذية أو مسألة استيراد المواد الغذائية في هذا السياق. نعم، في هذا السياق بالحديث عن الصلات الغذائية والرأي العام، دكتور، كيف انعكس هذا الفساد على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العراق وعلى كاهل المواطنين أيضا؟ التخصيصات المالية في الموازنات جميعا نلاحظ مثال على ذلك بدءا من وزارة التجارة والبطاقة التموينية التي تم تغييب أكثر من 75% من تخصيصاتها، حيث تسرق بشكل رسمي كأنها وعلن، ولذلك المواطن لا يحصل على محتويات البطاقة التموينية بشكل سليم وصحيح، وهذه تسرق أيضا. وبنفس الوقت عقود كثيرة في وزارات الزراعة والنقل والمواصلات والطاقة وخاصة النفط، شركات تعمل على عقود غير واضحة المعالم من خلال عمليات مبهمة بمعرفة الوزارة ومعرفة رئيس الوزراء وغيره حقيقة، ويتم عمليات تمرير هذه العقود دون الوصول إلى هؤلاء. ولذلك نلاحظ الفساد يرتع ويلعب في العراق المالية بشكل خطير جدا، وفي اعتقادي ستزداد حالة الاضطرابات القادمة بشكل كبير، لأن الخدمات خصوصا في الكهرباء والماء والطرق والنقل وغيرها والتعليم والصحة في حالة من التردي، علما بأن تخصيصات الموازنة لعام 2021 تجاوزت 146 مليار تريليون دينار عراقي، وهذا شيء كبير جدا.
برنامج الكاظمي شمل الكثير من الوعود، منها محاربة الفساد والورقة الاقتصادية البيضاء التي قدمها للإصلاح. إلى أي مدى تحققت هذه الوعود على الواقع، خاصة أنها أحد الأسباب التي ساهمت في اندلاع ثورة تشرين؟ حقيقة الكاظمي وما طرحه من ورقة بيضاء أو غير ذلك حاول إقناع الشارع بحيث يستطيع أو يتمكن مسك العصا من الوسط. ولذلك نلاحظ الضغوط على الكاظمي كبيرة جدا من أجل إسقاط الحكومة، وبنفس الوقت التهيئة لانتخابات مضطربة لا تعدو كونها عبارة عن عملية شكلية لا تمت لما يطمح له الشارع حقيقة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني أو غير ذلك، أو عمليات الكشف عن قتلة المتظاهرين. وهذا ما لم يستطع بصراحة الكاظمي تحقيقه، ولذلك هو يدرك أن هذا حبرا على ورق، ومستقبل الكاظمي قد يكون حقيقة مجهولا الأسابيع أو الأشهر القادمة قبل الانتخابات. شكرا جزيلا لكم الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.